يا مال الدار، مال الدار. أو شيء أو شيء، شد الكلبة يا حاج. مرحبا، هذا كلب ابو غد. السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم. سلام، شحوالك؟ مرحبا. مرحبا بيك. مرحبا بيك. لاباس؟ لاباس. تفضل، ما لاباس؟ بالله احنا اللجنة نتاع التصريح بالممتلكات. لجنة التصريح شنو؟ بالممتلكات. ممتلكات شنو؟ باش تصرح بها. بشكون نصرح؟ باش تصرح بالممتلكات بتاعك. ممتلكات شكون هو؟ ممتلكات شكون؟ انت باش يصرح لشكون؟ باش تصرح بها للدولة. انت معناتها كمواطن. ايه. انت. نيه مواطن. هك. هك تو. نيه مواطن. مالا شنو هو؟ ماك مواطن انت مادام تعيش في تونس. اي معناتها مواطن. مواطن. مالا دليل مادام تعيش في تونس مواطن. هي انت اش تحب من الاخر اش تحب؟ مانيش فاضي لك راه. يا حاج احنا اللجنه. شد الكلب يا حاج. ما تخاف، ما يعضش ما يعضش. احنا اللجنه نتاع التصريح بالممتلكات. هذه قانون جديد مكرر احدث في مجلس النواب. بلا لحظه لحظه. نيه مش نسرح. ممتلكات. يا صح. ليش كون مش نسرح؟ تصرح بها لي يعني. ليك انت هاي وانت اللي ممثل الدولة. انا نمثل الدولة. معناتها لي ممتلكاتي مش نصرح بها للدولة. يعطيك الصحة، مش صرح ممتلكاتك. طب معناتها هذا مخك اش عطاك؟ ها هذه اخر طلعة. عجب. انا قلت العيب يا حاج، قلت لك باش احنا اني راني عون تاع اللجنة تاع التصريح بالممتلكات. هي شوية اسهل فيسع. جاوبنا عليها ونمشي على ارواح. فاشي. شاخذوا من وقتك شويه وبرا. باي انت تسكن هنا؟ اي تقريب نسكن هنا. يعني معناتها هذه دارك، معناتها باسمك. شد كلبي يا حاج. ما تخاف مربوط. قيدها توصل لهاش على الاقل حتى طرف صبه ما دام فرصتي هذه. شو قيد؟ قيد الكلب. شد انا كلبه يا حاج. انا مش اسالك اسئله وانت جاوبني عليها. دارك معناتها هذه. اي باي معناتها هذه تو الدار نتاعك معناتها قداش فيها؟ والله قداش فيها من غرفة؟ والله مش نقول لك تحب التفصيل. هي ستيل امريكان من الاول ركبت، عملت ستيل امريكان. من هنا مثلا تنجم الدروج ساعات ما تنجمش تطلع مثلا للفوق للسطح مغادي فوق العشا مغادي. من هنا بعد هذه ما هني تطلع الدروج تحط رجلك مثلا ريت هنا هذه الدرجة الاولى الدرجة الثانية تنقز مغادي تجي مغادي تطلع مغادي. ستيل امريكان عملها. باهي فيها بيتبانو؟ لا بيت بانو ما نكذبش عليك. انا خذيت البانو حتى غاديك وان شاء الله مش كمل البيت وتولي البيت البانو حاضر مريق. لا ما فيهاش بيت بانو. باهي التواليت عندك تواليت؟ لا تواليت لا. انا ديما تلقاني مسايبين. انا شعجبك فينا راهو في الهواء الطلق مسايبين ديما تحت الهندي. باهي فيها الساش تواليت؟ فلاش. اش دخل الفلاش التواليت؟ ساش اش معناها ساش؟ معناتها تهز الساش وبعد ما تطير الماء تهز الساش. لا ما فيها ساش. انا موجوده، ما عندنا التراب ونردوا التراب ونتعدوا. تنجم قيد التراب. قيد التراب باهي. التراب ولا التربه تنجم قيد كيف كل واحد كيف. ما عندكش تواليت؟ عندك صغار؟ اي عندي زوج صغيرات. باهي ملكك صغارك؟ صغارك شنو؟ صغارك معناتها تابعينك. اش معناها؟ فسرها لي هذه. صغارك فسرها لي. اش معناها صغارك؟ شنو ولا لغته هذه؟ صغارك ماذا فاتك معاك يا سيد بيه؟ باش نلعب معاك في الخربقه. صغارك بس تلفهم ليه ولا ايش بيك؟ لا وسع بالك وسع بالك. شنو وسع بالك هذه؟ قصدي ملكك معناتها. شنو ملكك؟ هذه صغاري يا بك قاعدين. صغارك بيه عندك زوج صغار. تو جيت طبطب علي على الباب وتخرجني وبعدها عندك ذر ولا ما عندك ولاد؟ وسع بالك مش هذا. وسع بالك يا شي هذا اخر طلعه تو. هذه قصدي معناتها ملكك معناتها تابعينك. اي ملك وتابعيني. مانيش شاريهم ولا مستلفهم. باهي اخي فهمني. اخي الدوله تحب تملك معاي؟ يقول لي عاد صارحونا. كان الدوله تحب تملك معاي هات انا نعطيها فرج جولدي. انا ملوح غاديك مخلوطه مكسره يعملون العمليه وياخذ سيدي الباجه مع حافظ يكمل يربي مع حافظ. باهي شك. الواش اش يعمل بيه؟ يا ودي عنده بالحوة والله يقسم بالله يلقى حتى في الانتخابات عنده بالحوة. يصلي على النبي يموت على العياط.
باي معناتها قلت لي انت تملك الدار والتواليت، قلت لي عندك بانو، عندك بانو بيت بانو عندك بانو بيت بانو بانو بانو، وعندك سطل، وعندك حكاكه، وعندك جدايه فتيمه، وعندك دجاجه عاره. جداك فتيمه؟ اي جدايه فتيمه هذه مراه كبيره وتموت على النفه، والنفه تو مقطوعه، خذوا لها النفه خذها. عندك كهرباء؟ اي عندي كهرباء. شنو لوح؟ بغالي. نعم بغالي هاك انت تحبها من تالي ولا قريشه برا شوف شنيا نوحة كهرباء نوحة بغالي اش معناتها فهمت بغل معناها بغل باهي تعرفش بغل باهي عندك بغل معناتها هاي عندي بغل نعم عندك بغل بغلة انت ما تفهميش فاش تقيد انت طيب والله لاني فاهم منك شيء انا قايد في البغلة قايد في البغلة بغل مش بغلة هي شبيها من البغل قايد البغل قايدتي الكلبة الكلبة زادة مش قايدوها هاي يا على الأقل هودي هاي عشرة يا رسول الله بالله حتى تعرف صبة دبرت مالها تقيد هذا باهي عندكش هناشر هكا زيتين حاجة عندي 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 شو عندك؟ عندي زوز محابس زارع فيهم كعبة فول زوز محابس؟ ايه زارع فيهم كعبة فول معناتها هذا ما تو ممتلكاتك حاليا اي هذا ممتلكات هي هي فهمني شنو الحكايه تو هذه بكري تسال في عندك ما عندكش عندك ممتلكاتك ممتلكاتك تصريح تصريح يفهمني الحكايه خلينا نفهم يا رسول الله اخي ثم اعانه يا حاج باش نصارحك الحق هي. لا ثم اعانه لحد شيء ماشي الحكايه هذه معناتها لجنه بمقتضى القانون اللي عملوه في مجلس النواب قانون مكرر ونصرحهم القوانين بتاعكم قانون مكرر 041 في مجلس النواب لازم أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وكلها يصرحوا بممتلكاتهم هاي هني دخن يا أخي عضو في البرلمان ها يا أخي مسؤول نية شو مدخلني نية في الحكاية هذه شو مدخلني الحق يا حاج أنا راني بسيفتي معناتها في اللجنة وقعنا في إحراج كيفاش؟ تو اعضاء مجلس النواب ما همش فاضيين باش يصرحوا بممتلكاتهم. والحق معناتها نقول لك حتى المسؤولين ما حبوش يصرحوا. قعدنا احنا كلجنه معناتها حطونا في احراج مع المواطن. ما لقيناش شكون يصرح، قلنا هاتوا نخرجوا للمواطنين يصرحوا وقعوا. عادي عادي حتى انت على مراد الله يا رسول الله، تو النواب وهم داخلين ما صرحوش. هم خارجين مش يصرحوا. يا ودي ما همش يصرحوا، ما يصرحوش ويعرف علاش ما يصرحوش. على خاطرش هم يسرقوا. والشعب فايق بهم اللي هم يسرقوا وهنا نعرفهم اللي هم يسرقوا وهم فاهمين اللي هنا فاهمينهم اللي هم يسرقوا والدوله فهمتهم اللي هم يسرقوا وهم فاهمين الدوله اللي هم يسرقوا في الدوله دي ما تخوين هذا ما نجمش نقول الحديث هذا احنا تو بصفتنا لجنه حطونا لازمنا معناتها على الاقل قلنا نشوفوا مواطنين يصرحوش المواطنين انت تصرحت انا رئيس لجنه انا ما نجمش ايش بيك رئيس لجنه ما تصرحش في اللجنه ما يصرحوش راه ايه شوف اعضاء يصرحك عضو مو غادي يصرحك يا ودي انا ما نستريح ما نصرحش يا حاج احنا تو في اللجنه جماعه اللجنه معفين من التصريح معفين من التصريح باهي انت معناتها تو هذا شنو تملك هذا هو شنو بالاخ ما ثمش ما ثمش شكون صرح ما ثمش خيب صراحه ولان مشوله ما يحبوش يصرحوا انا قعدنا في احراج وبرا احنا معناتها تابعين اللجنه نتاع القانون الضاي ما نصرحوش ما فين ما نستروحش ما نستريحش اما اسمع الحديث نتاعك حاتم الحديث نتاعك كان نيه والكلبه والبغل صرحنا بممتلكاتنا واضحه الحكايه لا لا ثم ثم الحق ثم شكون صرح ثم كعبات شكون اللي صرح ثم حتى كبارات صرحوا جاوا صرحوا ثم كبارات عجب شكون هالكبارات اللي صرح هو السر ماني لا محال خلنا نعرف هاني حتى ثم عنا ها وعنا في التقرير ها عنا ثم مثلا رئيس الجامعة رئيس الجامعة صرح شكون سيس ودي الجري هي عاد هذاك ايش عنده الجري ايش عنده بالله طب وكم ايش عنده هذاك الرسول اللي اي ها وصرح بممتلكات ايش صرح ها وقال لك نملك الجامعة عاد الجامعة حاجة كيف فارت الجامعة حاجة كبيرة يملك وعندك زاد حافظ حافظ قائد السبسي ايش عنده قال لك نملك نداء تونس عاد النداء حاجة ماشي كبيرة ثم كعبات صرحوا بممتلكاتهم اسمعني كان شوف لي جماعة هني النجم يصرحوا بممتلكاتهم شكون باش يصرح لك؟ هادي ما يصرح حد هني راه ما يصرح حد باش نكون صريح معاك راه ما يصرح حد باش نواجهوا الشعب تو احنا الشعب مشاكلنا قال لك كيفاش النواب ما صرحوش وكيفاش على الاقل المواطنين يصرحوا لا حبوا مسؤولين يصرحوا لا حبوا المواطنين والله غالب ولا اشكالية كبيرة رد اللجان هذا فاخذ كان شوف لي شكون يصرح على الراس نعطيك 10000 هاهم اللي خير
على الراس نعطيك 10000. ما تكلم الصباح تو شفتك الناس كل تسرح هذه حرنا في التسريحة هذه. ثم على الراس 10000. نعطيك 10000 على الراس. كل مهم. قاضي تقبقضي هاي. ها بيناتنا ما تلخبر هنا في القريش. ثم هاي نمشوا له تو. شكون؟ عبد العزيز. عبد العزيز والله سرحتو. هذاك ما ينوش العصا. هاي عبد العزيز. يسكن هنا قريب. هاي هو هنا يبيع فم البوية على الطرود. قايد عندك وهنا مشوا. قايد وهنا مشوا له قايد. شو يعملوا؟ يا ودي يبيع فم البوية على الطرود. زعما يسرح. هاي قايد 100 ام البويه. حتى نسالوه عاد. يا ودي انا نقول لك سالم قايد نعرف ايش عنده. قايد 100 ام البويه. هاي قايد له 100 ام البويه. قايد. هاكم هذاك نمشوا له هاي نمشوا له. نمشوا له وتو كي نوصلوا غادي والله نزيد اللح عليه. يعطيكم ام البويه علقوها في الباب نتاع اللجنه. والله العظيم النواب الا ما يجوا الكل يسرح. هاي يمشي عاد يمشي هات 10000 هات 10000. حتى نمشوا له عاد. يمشي عاد 100 مضمون هات 10000. باهي برا تو نعطيك. هات 10000 هات 10000 هات. معناتها هذه تو الدار نتاعك معناتها قداش فيها؟ والله قداش فيها من غرفة؟ والله الدار نتاعي تنجم تقول مثلا ما نمشوا من هنا مثلا ستيل امريكان، هي ستيل امريكان يعمل، لما هنا تنجم الدرو. واسطي خرجت شبابك. خلاص ستيل امريكان.